السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. بشكر كل حبايب قلبي واغلى متابعين في الدنيا على التشجيع الدائم والتعليقات الجميلة اللي بتكتبوها لي. ربنا يخليكم يا رب، ما نحرمش منكم ابدا. انتوا طبعا السبب ان انا انجح كده واوصل للي انا وصلت له ده، الحمد لله. الفضل طبعا يرجع لربنا ثم لحضراتكم. ما نحرمش منكم ابدا يا رب، ولا من الدعم بتاعكم. بتمنى من كل حبايب قلبي اللي بيشوفوني وبيتابعوني على القناة يعملوا لي شير عشان العيلة بتاعتنا تكبر اكتر واكتر. وما تنسونيش دايما يا حبايب قلبي من صالح دعائكم، لان الدعوة الحلوة دي هي اللي باقية لي طبعا، وهي اللي بتساعدني ان انا اتقدم شوية ومعنوياتي تترفع في الشغل بتاعي. تعرفين طبعا ان التصوير والمونتاج والحاجات دي بياخد وقت وبيبقى متعب، بس الحمد لله يعني بدعواتكم وبدعمكم الحمد لله ربنا بيقدر الواحد ان هو يحاول يطلع يعني ايه اجمل ما عنده على قدر المستطاع. طبعا النهارده يا حبايب قلبي هنعمل الفطير المقرمش بتاعنا، محشي بحشوه اقتصاديه جدا، او ممكن تقولوا جلاش محشي بحشوه اقتصاديه بربع فرخه. بس احنا ممكن نعمل احلى وجبه، وجبة متكاملة، وتلم جمعي بقى كل الحاجات اللي عندك في التلاجة، فلفل، زيتون، جبن، طماطم، اي حاجة انت عايزة حابة تحطيها في الحشوة دي حطيها، طعمه بيبقى جميل جدا ومقرمش. سامعين صوت القرمشة؟ مقرمش، والحشوة بتاعته بتبقى تحفة. وطبعا هقولها لكم من جوه بيدوب كده في البق، يعني بصراحة جميل جدا. جربوا الطريقة دي وقولوا لي رأيكم. يلا نخش على الفيديو. تعالوا يا حبايب قلبي نشوف احنا هنعمل اكلتنا النهاردة ازاي. انا معايا هنا طاسة على النار فيها مكعب زبدة كده، ومعايا هنا صدر فرخة بس انا مقطعاه مكعبات صغيرة، مكعبات صغيرة زي ما انتوا شايفين كده. نعمل حشوة كده جميلة جدا نحطها على في الجلاش بتاعنا، ماشي؟ ممكن تكتري الكمية، ممكن تعملي بوراك، ممكن تعملي بلحمة مفرومة، ممكن تعملي بأي حاجة متاحة عندك، ممكن تعملي كمية أكتر من كده. بس أنا قلت يعني أعمل بأقل حاجة في الإمكانيات، عشان برضو لو في ناس محتارين يعملوا أكل ممكن من صدر واحدة، من صدر بس واحد لفرخة يعملوا وجبة، وإن شاء الله تطلع جميلة ولذيذة. هنا هنحط معانا الفراخ، لحد بس ما تغير اللون بتاعها تاخد لون كده، وبعدين هنضيف عليها الايه بقيه الحاجات بتاعنا. هنا يا حبايب الفراخ خدت لون اهي، بقت لونها ابيض اهي. هبدا بقى هنا انزل معايا بصله مفرومه وثلاث فصوص ثوم، بصله كبيره مفرومه ناعم وثلاث فصوص ثوم نزلها عليها. انا مش عايزه البصله تتحمر، انا بس عايزاها تفضل كده حاجه بسيطه بس برضو يبقى باين طعمها في الاكل، علشان لو اتحمرت قوي هيبقى طعمها ضاع يعني. لكن لما هي لسه بخيرها كده طعمها يبان في الاكل وتديني نكهه حلوه في الاكله بتاعي. خلي الكلام ده كله مع بعضه. شايفين الكمية بقت عاملة ازاي ما شاء الله؟ صدر الفرخة انا مقطعاه قطع صغيرة خالص، ممكن تفرموه برضه، ممكن تفرموه وممكن تخلوه متقطع كده قطع صغيرة، مربعات صغيرة زي ما انتوا شايفين كده. هحط بقى معلقة توابل كده انا عاملاها على بعضها، بيديها لون ونكهة جميلة جدا. وهحط كمان معلقة فلفل اسمر، التوابل دي فيها البهارات دي او التوابل اللي انا حطيتها دي فيها بابريكا وفيها كركم وفيها كاري وفيها
ثوم بودر وبصل بودر، يعني ايه هي خلطه مشكله كده، انا عاملاها كده مع بعضها. اقلب الكلام ده كله، هي ما بتاخدش وقت خالص في السوا. اقلب الكلام ده كله على بعضه وتستوي واوريها. هنا يا حبايب قلبي الحشوه بتاعتنا اهي استوت وبقت طعمها جميل جدا. انا كنت مغطيها وحطيت لها الملح اللي انا عاوزه املحها بيه، طعمها لذيذ جدا اهي. ماشي خلاص طفينا النار عليها. معايا هنا لفه جلاش انا فردها كده على الصينيه ومغطيها بالفوطه علشان ما تنشفش مني. ماشي كده، يبقى احنا معانا ايه لفه جلاش. نبدا بقى نقول الحاجات التانية. معايا هنا جبنه موتزاريلا، معايا زيتون، معايا جبنه شيدر، معايا زبده انا مدوباها، ومعايا فلفل الوان. يبقى هي دي الحاجات اللي هحطها في الجلاش مع الحشوه اللي انا عملتها هناك دي. يبقى تاني الحاجات اللي معايا هنا فلفل الوان، زيتون مقطع كده، لو انتوا عايزينه بقى بزيتون اسمر ماشي ده حسب رغبتكم، بس انا بحب الاخضر. معايا جبنه موتزاريلا، معايا جبنه شيدر، ممكن تحطوا جبنه رومي، اي نوع جبنه متوفر عندكم حطوه ما تقيدوش بحاجه، وزبده كم مكعب زبده كده انا مدوباهم معايا مع بعض ايه في الميكروويف. هبدا بقى نجيب لفه الجلاش دي، هناخد منها ورقه حتى لو اتقطعت عادي مش مشكله، هناخد منها ورقه كده ونبدا ايه ان احنا ندهنها بالزبده. ندهن الاطراف بتاعتها كويس كده بالزبده عشان تفضل طريه معانا، واجيب معاها ورقه كمان. بس هحط دي تحت عشان دي سليمه بالشكل ده كده، وهدهنها وهحط ديت كده ايه في النص فوقها كده. تمام كده هبدأ بقى اجيب الحشوة بتاعتي دي واحط كده ايه بالتساوي كده في النص. لو ممكن الصباع تبرد كده يبقى افضل برضو، بس انا طبعا عشان مستعجله وعايزه اعمل الغدا بسرعه فايه مش هسيبها تبرد. هحط كله على بعض، هحط بقى الايه شويه جبنه شيدر وجبنه موتزاريلا، وهحط فلفل الوان بقى، والزيتون وبعدين هنقفل القطعة بتاعتنا دي وندهن الأطراف عشان تلزق كده على بعضها. زي الظرف كده بالشكل ده كده، هعملها زي الظرف كده. تمام ادي واحدة اهي. هاجي بقى اجيب ورقة تانية واعملها كده من النص واتنيها كمان واحدة كده واحط اللي هي الحتة اللي فيها الحشوة من هنا دي، مش الظرف اللي احنا قفلناه، لا الناحية التانية، احطها هنا عشان تبقى ايه قفلت عليها جامد، ونقفل عليها تاني. ندهنها برضو كده بحيث ان هي تديها ايه يعني تبقى متينة شوية عشان الجلاش طبعا بيبقى ناشف ما يتحريش مننا ويتفرفت بالشكل ده كده. كده تمام اوي، هعمل واحدة كمان معاكم.
الاول كده هنجيب طبقتين كده على بعض، نعملهم زبدة. وهجيب واحدة تانية اتنيها نصين كده بحيث انها تديني ايه سمك كده في الحتة اللي فيها الحشوة في النص، احطه في النص كده واحط الحشوة بتاعتي. حط المكونات اللي انا عاوزاها طبعا حسب ما كل واحد فيكم بيحب ايه وحسب المتوفر عندكم. اي حاجة موجودة عندك في البيت اعملي بيها، ما تتقيديش بحاجة. حط الجبنة كده، وبعدين اقفل على الحشوة بتاعتي، نعملها زبدة كده عشان ايه تقفل على بعضها. لو سويناها سويها على الطاسة على النار يكون فيها رشة كده بسيطة زيت او زبدة برضو عادي. دي طلعت سميكة شوية عشان احنا كنا عاملين جواها طبقتين متطبقين بالشكل ده كده. هخلص بقية الكمية وارجع لكم. انا يا حبايب قلبي انا خلصت الكمية بتاعتي كلها اهي، ومعايا هنا الطاسة على النار فيها معلقة زبدة كده، وهبدأ بقى ايه احط الجلاش بتاعي بالراحة كده. الجزء اللي هو مفتوح زي الظرف كده هحطه هو الايه اللي تحت، وهخلي عليه النار وسط مش هعليها قوي علشان بحيث ان هو ايه ما يتحرقش معايا. بالراحة كده احاول ان انا ايه اقلبه كده بالراحة، ما بياخدش وقت. احنا عارفين طبعا ان الجلاش بيستوي بسرعة اهو بالشكل ده كده، واهم حاجة النار تبقى هادية علشان ما يتحرقش معانا. هيبقى مقرمش وجميل جدا، جربوها يعجبكم قوي. حط دي كده جنبها. لو في صينيه او طاسه اكبر من كده يبقى تمام قوي. هيتحمر واوريها لكم في الاخر. هنا يا حبايب قلبي بعد ما خلصت الكميه بتاعتي كلها اهي، بسم الله ما شاء الله، صدر الفرخه عمل لي كميه محترمه، غدوة جميلة. قدمت طبعا جنبها لسان عصفور بقى ومخلل وسلطة خضراء وبطاطس محمرة. جربوا يا جماعة الجلاش بالطريقة دي، طريقة اقتصادية جدا وجميلة ولذيذة. كل اللي احنا هنحتاجه صدر واحد بس لفرخة ولفة جلاش، وبقية الحاجات متوفرة عندك كلها في البيت. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش بقى في الشير واللايك والسبسكرايب عشان العيلة بتاعتنا تكبر اكتر واكتر، واشوفكم في فيديو جديد مع الف سلامه.